اليوم في ضيافة سعيد بن عبري ولد وهذا فايز معنا. كيف حالك يا سعيد؟ الحمد لله. يا ابو فايز، ابو سعيد، كيف انت؟ ابو يونس. ابو يونس، ما شاء الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله. عندهم ضيافة هنا نزلونا فيها في مدينة تبعد 530 كيلو، وشوف ما شاء الله جايبين الفطور الحضرمي ومعنا فرج، الله يبارك فيه. اوه يا سلام، وهذه بالرز ها؟ ايوه، هذا اسمه كيتمبوه. كيتمبوه بالارز. بالارز. وهذه بجية. بجية، واللي تحت هذا معروف فطيرة. أيوة. فطير بالخبز. هذا شاهي، شاهي من عندكم من هنا؟ تنزاني. هذا تنزاني. اي. زي ما قلت لكم اليوم انتقلنا مدينة ثانية، راح اعطيكم عنها تفاصيل بسيطة. واليوم معنا مجموعة اعمال ان شاء الله تكون جيدة طوال اليوم. الفيلا زي ما قلت لكم رائعة جدا، فيها موظف طباخ يطبخ، فيها غرف نوم رائعة جدا. ضيافة ممتازة. مجهزها للدعاء او الناس اللي يبغون يجوني سياحه ودعوه، مجهزها بشكل رائع، فيها افطار، فيها اكل، فيها ما تتخيلون جمالها. ومجانا الله. هنا في الفيلا اللي اعطانا الشيخ سعيد نسكن فيها هنا في تنزانيا، مجهز فيلا للضيافه اللي ينزلون ويجون وكذا، رائع، يوديك الاماكن، يوديك كذا، يطلعك، ينزلك. استقبلونا مثلا هناك في دار السلام، يمكن قعدنا 7 ساعات عشان نوصل هنا. عندهم مركز في دار السلام، وعندهم مركز هنا في المدينة اللي حنا فيها الآن، اللي هي راح نتكلم عنها بالتفصيل بعد شوي. لو أعطيتكم معلومة بسيطة عن إيرينغا، هذه يعني ترتفع حول 2000 متر عن سطح البحر، مدينة باردة، أمس درجة حرارة 10 تقريبا، مثل جيم مغرب بطانيات. 550 كيلو متر، يمكن تاخذ بها 7 ساعات عشان توصلها. فيها جامعتين مسيحية تقريبا، الكهرباء عن طريق سد سوميترا هذا الموجود في المنطقة هنا. صناعية غذائية، فيها نهر رواحة، وانت جاي لها شيء فظيع. حتشوف رحلتنا بكرة، حتكون في رواحة المحمية، وبعد رحلة في نهر رواحة إن شاء الله. فيها إذاعة عملها الشيخ سعيد بن عبري جزاه الله خير، بسيطة كذا، تقوم بخدمات جيدة، تغطي المدينة. هذه المدينة، أنا الآن في رأس جبل، المدينة حولي من جميع. هذا شارع الحضارم، في فلل فخمة جدا للحضارم، التجار الكبار الموجودين هنا، وفي مركز ذو النورين اللي أسسه الشيخ سعيد، وفيه الجامع الكبير، وفيه يعني ينشرون الإسلام الحضارم هنا يا جماعة كالعادة بطريقتهم الرائعة البسيطة، بأن الإسلام أفعال وليس أقوال. يعني أفعالهم تخلي الناس يسلموا. اللي رفع لواء الإسلام في المنطقة هذه اللي أنا فيها الآن، الإيرينغا، اللي هم الحضارم، ومنهم الشيخ سعيد بن عبري الله يوفقه ويجزاه خير، جنسيته تنزاني، ولكنه ما حتى لكنه ما تزال حضرمية. فللهم فاخرة، يعتبر أفخم حي موجود هنا. يمكن لو تمر نمر على الفلل راح تشوفون أنهم ما شاء الله أثرياء. امس صارنا مواقف ما ادري ايش اقول لكم. ففي الصبح صورت ناس كذا من المتوحشين هذول، وصارت مشكله كبيره، وانهيناها يوم طلعنا في 42 فيلم، اللي هي اعز الافلام اللي كنت ابغاكم تشوفونها، لكن الله ما اراد انكم تشوفونها، راح تشوفونها محميه ثانيه ان شاء الله. مسحت علي وانا طالع وزعلان وكذا من المحميه، ماشيين ومنطلقين بسرعه شديده، فاذا بقطع غزلان يقطع علينا، ما هو غزلان حتى، من ذيك الكبار ام القرون كبيره جدا، فصدمنا بواحد وكسر علينا القزاز المرايات اللي هنا، وسلم والله الحمد لله سلم. ودي انه طاح كان هسلفناه، لكن غرامتها عاليه جدا، يعني الغرامه حقت قتل حيوان زي هذا حتى والله الفزعه، حتى سوق من الخوف انه شرد ما عاد وقف، ولا كنا نبغى نشوف الغزال صار له شيء ولا حاجه. وقفنا حول المساجد هناك، يعني فقر، يعني الحمد لله بلد ثري جدا، مساحته شاسعه، كلنا ساكنين في قرى تقريبا. فان شاء الله حتكون زيارتنا ثريه 3 أيام القادمه. راح معلومات، تنزانيا عملتها بالشلن، ريالين يعني الألف شلن يساوي ريالين تقريبا، عكس اللي هناك اللي كان الألف بألف، لا عكس أوغندا كنا ناخذ الألف شلن بريال، هنا لا الريالين بألف شلن. بشكل عام والله غالي صراحة، يعني اثنين مثلا في مطعم جيد ب60-70 ريال تقريبا، تقدر تصرف من الصرافات. بلد رائع كله خضرة، يعني من أعجب ما ترى في بلاد المركز الإسلامي حق الشيخ سعيد بن عبري ذو النورين، الذي يغطي بكامل تنزانيا. هذا هو اللي فيه دارة الأيتام، اللي فيه بناء المساجد، اللي فيه حفر الآبار. هذا مسجد ذو النورين، أضخم مسجد يمكن موجود للمؤسسة ما شاء الله، يعني يقام في كل المناشط حتى الجمعة هنا، وفي مسألة موتى هنا في تنزانيا، في 520 كيلو جنوب العاصمة، جنوب دار السلام عفوا. مدرسة
جوار المسجد هذه تشوفونها قدامكم، واللي جنبها هذه الإذاعة اللي تبث، الإذاعة الإسلامية القبلتين اللي تبث فين؟ لكامل دينا، ودخلناها وشفنا أنها تبث مسافة 50 كيلو، ويطمحون أنهم يغطون دار السلام ويغطون دودوم العاصمة، يعني يطمحون أنه يوجد توسعة لل الآن منطلقين إلى مدرسة أم سلمة إن شاء الله، التابعة لمركز ذو النورين. ما شاء الله هذه بيوتهم. إحنا الآن ماشيين في شوارع المدينة، ما شاء الله مدينة كويسة مميزة. الشمس كم نسبة المسلمين في الإيرينجا؟ 15 إلى 20%. إيه نسبة المسلمين في الإيرينجا من 15 أقل، يعتبرهم 15 إلى 20%. الباقيين مسيحيين وثنيون مساي. في مدينة إيرينجا هذه الرائعة، رأس جبل والمدينة حلها من كل جهات. الحين في القمة، دخل مدرسة أم سلمة للبنات التابعة إسلامية، ما شاء الله. هذه مدرسة أم سلمة التابعة لجمعية ذو النورين هنا في تنزانيا، ما شاء الله تعمل مدارس خاصة للمسلمين، مناهج المسلمين، ورائعة. مناهج مختلفة، منهج إسلامي ومنهج حكومي، ما شاء الله. طالب يخرج من هنا عنده شهادة. كم طلابكم هنا؟ حوالي 800. 800 من الروضة إلى الثانية. الحين داخلين إلى الموقع، معنا فايز، بنشوف المدرسة حقتهم هذه تابعة المركز. 50% من هذه المدرسة بناها نساء من السعودية، ما شاء الله، جزاهم الله خير. جزاكم الله خير، أنتم الدالين على الخير، جزاكم الله خير. الله خير أخواتنا في السعودية اللي بنوا هذا المعلم، ما شاء الله فصول رائعة حقيقة. شوف الطلاب هناك، تعتبر المدرسة الوحيدة شيخ شمس اللي في الجنوب تدرس الإسلام ضمن المناهج، ما شاء الله. هذا للطلاب. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ ما شاء الله. أيتام، هؤلاء كلهم أيتام، أبوهم أمهم ماتوا ويقوم عليهم، هذه غرفهم زي ما تبع مؤسسة النورين، مركز ومسجد دار التوحيد. شوفوا مسجد دار التوحيد، يعني النورين ما شاء الله عنده مراكز دعوية كبيرة ومدارس ومراكز أيتام. الشيخ شمس يعلم اللغة العربية، وبعدين يعدون الطلاب يصيرون دعاة، يذهبون الجامعات ويرجعون دعاة زي الشيخ فرج، تخرج من عندكم من هنا، ما شاء الله لكم أفضل المركز حق الدعوة، ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيكم، بارك الله، ما شاء الله. هذا المركز وفي سكن داخلي وفيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تعليم للطلاب ورسالهم دعاء وكذا، متعاون مع جامعة الإسلامية وجامعة الإمام. شوفوا موقع كيف في هذا القرية الرائعة أو المدينة البعيد، ويجمعوا من كل القرى. فهذا سكن الطلاب، وهذا المطعم اللي يأكلون فيه لأنهم يجوا من كل أنحاء المدينة. شوفوا المدينة كيف ما شاء الله، الجبال، شوفوا الصور القصر، يمكن طولها 10 متر أو 15 متر داخلي، سبحان الله العظيم، عجيبة. وأنصاب كبيرة وأحجار، منطقة جبلية بمعنى يمكن طولها 10 متر أو 15 متر داخلي، سبحان الله العظيم، عجيبة. وأنصاب كبيرة وأحجار، منطقة جبلية بمعنى دار العلوم، وهذا الشيخ أبو بكر المسؤول عنه، وهذا شمس، هم كلهم الشيخ شمس ما شاء الله، وهذا أحد طلاب. هذه الغرفة حقت كبار الضيوف، مستودع في مكتبة، في كل حاجة، بسم الله ما شاء الله، في مركز دار العلوم من الهند ما شاء الله، هو من أنشأ هذا المركز، وهو الممول، وهو أبو كل الطلاب الموجودين من أهل السنة والجماعة، بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك بفضل الله تعالى. من الهند مسلمين يأتون إلى هنا لنشر الإسلام، وما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، كثر الله من أمثالك. في معزمين عند الشيخ سعيد بن عبري غدا، وفي العصر بنروح نذبح بقرة ولا بقرتين في أحد القرى نزورها إن شاء الله، والعشاء بيكون هناك، والضغط والمكبوس والهيئة.
انا وصلنا هنا لسالم. سالم بن سعيد كيف حالك؟ حي وسهلا. طيبين ما شاء الله. انتم من الحضارم التنزانيين؟ تنزانيين يا ما شاء الله. والدك ما زال في عروشه؟ ها في عروشه. قولوا ارحبت وانا مولود هنا وابوك مولود هنا وتعرف ارحبته؟ ما شاء الله عليكم. هذا سعيد ابنه ما شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. امين يا رب. تفضل. تفضل يا شيخ. شكرا لكم. بمجلس الشيخ سعيد ما شاء الله وابنائه. وهذا سالم. يا حي بالضيوف. الله يحييكم. بسم الله ما شاء الله. الله يوفقكم. اعلام الدعوه هنا ما هو يكره التواصل. الشيخ علي هذا غداهم. الله يسعدهم. الشيخ سعيد بن عبري وأولاده الله يخلف عليكم ويحفظكم ويثيبكم. بطاطس الحالي أكلة جديدة. هذا لحم بطريقة حقتنا. هذا إدام عادي ما في أي إشكال. نبغى الأشياء الغريبة. هذا مرق. مرق أيوة. هذا خبز عادي. بطاطا. بطاطا حلوة. تجيب الكهرباء تدخل الرقم زي كده وهذا يشحل الكهرباء حق يوم يومين أسبوع شهر. الكهرباء غالية يا سالم؟ غالي غالي بالله. غالية جدا. إحنا في وسط إيرينجا يعني برأس الجبل اللي قلتكم عنه. جئين إلى سوق الأغنام نشتري بقرة. لذا شو المدينة كيف هناك؟ هل في الجبل حنا بال جبل رواحة اللي عنده النهر نهر رواحة. طشان السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ حضرمي تنزاني. حضرمي. هذا اللي عنده البقر اللي نبغى نشتري منه واحد الان ماشيين نروح نشتري البقره. شوفوا النهر هذا جنب نشوف الابقار هناك. رايحين نشتري البقره اللي بنصدق بها لوجه الله ان شاء الله. اسال الله ان الله يتقبلها. اكتشفت ان ثلاث جنسيات اللي ماسكه التجاره تقريبا في اللي هم الهنود والحضارم والصوماليين. ثلاث جنسيات ماسكه التجاره. لا كيني ولا غيره ولا تنزاني اللي ماسكين في البلد هذا. ما شاء الله في نهر رواحه. شوف البقر في الجهه الثانيه من النهر. ما شاء الله ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. فظيع يعني. نهر رهيب ياتي من الجبال امطار الجبال وينزل هنا على شكل سيل. سبحان الله العظيم. نمسك البقرة بس إلى الآن ما قدرنا نمسكها في وسط. إن شاء الله نقدر يا ابن طشة. خلاص يتم الربط النهائي بس جاهزة للشحن. كويس يا سالم. كويس. ما شاء الله عليكم. أوضاع المسلمين مزرية الحقيقة. شوف في القرى المسلمة في غرب تنزانيا 520 كيلومتر فقر مدقع. الأطفال شو مشاردين هناك ورموا الذرة حقتهم ورموا الأكياس فوق قدامكم وشردوا مني. يقولون أول مرة أشوف الناس بيض. سبحان الله العظيم. شو مشاردين ورا الأشجار. قبر جديد حتى. تلاحظون الفقر المدقع اللي يعيشون مقسوم هنا بقماش. النساء في الخلف مدرسة يعلمونهم القرآن وتعبير القرآن. هذا منهم القرآن وتعبير القرآن. هذا المنعاش وهذا الفرش وهذا مكان الإمام. ويعتبر من أفضل المساجد يعني. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا برضو مواصل لكم الآن في إيرينجا اللي قلت لكم فيها المصانع وكذا. اليوم زرنا الإذاعة متواضعة 40 كيلو
جوده فيرينغ القائم عليها الشيخ سعيد بن عبري الله يحفظه، ويحتاجون توسعه، يبغون يغطون دودومه، يبغون يغطون دار السلام، يبغون يغطون مواقع ما هم قادرين. وتعرفون كم الفضل المسلمين يا جماعه اقليه زي ما قلت لكم، يعني اقليه في 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 المنطقه اللي احنا فيها الان 20 و15%، ويعانون معاناه. تخيل عشرات الجامعات، يمكن 70 جامعه موجود منها 50 مسيحيه وجامعه واحده اسلاميه فقط، يعني والباقي حكوميه، مع ان المسلمين اغلبيه هنا يعني 60%، لكن كل اللي ماسك مفاصل البلد المسيحيين، والتعليم المسيحيين، ولهم شوكه قويه ومنعوهم من دخول منظمه العالم المسيحي. العصر رحنا نشتري من سوق البقرة، فوجدنا البياع حضرمي ومولود هنا في تنزانيا وعنده أبقار وتاجر كبير، يعني جنسيته تنزاني مولد هنا، لكنهم ما شاء الله ماسكين التجارة الحين، لأن في كله حضارم، فلل ومدري وقصور ومدري، كلهم حضارم تجار صح. جاءت بون الحكومة لها العشر من أي بيع، بعت بر، بعت غنمة، بعت بقرة، بعت أي شيء تأخذ العشر غصبا عن خشمك، يعني الحكومة شغالة على الضرائب بمقدار العشر على الدولة. الشعب منهك، الشعب بنفس التنزاني الأصلي هذا ما حصل عمل نهائيا، ممكن تثور ثورة في أي لحظة، الحكومة شغالة على الضرائب، الأجانب اللي هم مولد. يوم رحنا القرية يمكن شفتوا المسجد اللي في القرية، وشفت الفقر اللي ما قد شفت مثله في حياتي، ناس من عصر الحجري موجودين لهذا الزمن الآن، هم الشايب اللي مشيت وراء ربع ساعة عشان أصل لبيت، ومثلا مشي من الأقدام يقول ما عندنا موية، حفرت الكنيسة الله أعطانا الكنيسة حفرت بير على عمق 100 متر ونروح نمشي نص كيلو. الكنيسة شغالة بشكل مهول يا جماعة، في الكنيسة ضخمة في وسط القرية، وتأكل وتشرب وتحط كذا وتعطيهم أبار وتعطيهم كذا، النصارى شغالين بشغل خرافي. بالصدفة كذا وإحنا مارين جو 4 أو 5 أطفال يمكن عمرهم 13 14 مع مكياس ذرة، يوم شافونا صنموا كذا خايفين وترددون كذا، التفت فيهم وجيت ماشي شردوا فأنا أصلح دعاء بس حقنا الحقهم، فإذا واحد يطيح ويبكي وصياح ومدري ما شاء أظن كيلو شاردين من بعيد عينه لأن كذا من خلف الأشجار. فيقول لي هذا فعلا مخوفين من العرب، من العرب أهل التفجيرات وأهل المشاكل وكذا وكذا وكذا، فأصبح كل الناس يرهبونكم يا العرب. ليتهم يعرفون أنها علو. يكفيكم يا جماعة أن واحد يقول لي اليوم الذباح الذباح أنه يقول والله إن هذا الذبيحة في هذا القرية إن كان عندهم عيد هذا اليوم، كانوا عيد لأنه ما يأكلوا اللحم إلا في الأعياد. بالله أنتم في نعمة، أكل لحم غدا عشاء بسطة صرت أكل اللي تمل في إيش تأكل، وهذولا إذا جاء اللحم يعتبر في السنة مرة، في السنة مرة، وحنا في نعيم. أقسم بالله لو شفتوا بيوته من الداخل ما يدخلها الكلاب، ما يعيش فيها كلاب، من الله المستعان. أنا ما أفاخر لكن في حالة، حنا في حالة من الرفاهية، حتى رؤساء الدول عندهم هنا ما يعيشونها. أحمد الله على ما أنتم فيه، وأحمد الله كثير، وتصدقوا كثير، وأنفقوا كثير، أخوانكم المسلمين في ذمتكم هذولا. وأنا أقول عندي تليفون الشيخ سعيد عبري، وعندي حسابه، وعندي اللي يبغى يتواصل به يعطيه، اللي يبغى يوصل له خيرات يعطيه، اللي يبغى يحفر بير يعطيه. أنا والله ما إلا واسطة خير، ألقي بعض الضوء على بعض النقاط، تشوفوا العالم من حولكم كيف هم في حالة مأساوية، ما هي في حالة عادية، وأنتم في نعم الله. نسيت حاجة، ركب مع واحد معنا يوم أخذنا البقرة ماسكها في الصندوق كذا، وطلع معنا يمكن حالي 40 كيلو جلد، ورجع معنا 40 كيلو ذبح، حال الساعة 3 ورجعنا يمكن بعد المغرب ساعة مثلا، والله ما أخذ إلا ريالين، يعني أجرته ريالين، أعطاه صاحب السيارة اللي كان معنا. تخيلوا كم الكرف، كم يتعب عشان ريالين. أخي نحن في نعمة ما يعلم إلا فضل السماوات والأرض. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.